ባለፈው ስለ ተውሂድ ምንነት አውርተን ቀጣዩን የተውሂድ አካል የሆነ ከተውሂድ ጋራ ሊነሳ የሚገባውን የተውሂድ ተጻራሪ የሆነውን አካል የሽርክን አስከፊነት እንመለከታለን ብለን እያለ ያው የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲቀርቡ ነበር። ያንንዛ ተውሂድ ተጻራሪ የሆነውን የሽርክን አስከፊነት ኢንሻአላህ እንመለከተዋለን። أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يكون موضوعنا اليوم حول الشرك. يا زاريو رأساتنا ميهونو أو تملكو ويمدمو بعض الله لي ليلانا كالات مقارات صوره وأنواعه ቅርጹና ይዘቱ ዘርፎቹን በምን መልክ እንደሚገለጹ ኢስላም ለነዚህ ነገሮች የሰጠውን መፍትሄ እንመለከታለን። ያው በዚህ ኪታብ ላይ እንደተገለጸው ሙንዙ አቅደሚ ልዑሱሪ ከጥንት ዘመናት ጀምሮ ضل الناس عن التوحيد الذي بعث الله به الرسل አላህ መልእክተኞችን ከላከበት የእውነተኛው የተውሂድ አምልኮ ብዙዎቹ መንገድ ስተዋል الله نبيات سلك ينبرو لتوحيد علامة السبب بتشين نت دي ملك سوتش يسون جت النت عوكو بهيوت زمان اتشو السبب بتشين نت بمملك عبادة دي فتسمو نبر نجر جن سوتش كزي علامة من جد ساتو فعبدوا من دون الله آلهة شتى كالله تشي مالتنو يحسط مالك توتشن بمجازات لبزو نجروتش أملكونا صلفوا ستو عبد قوم نوح ينوح عليه السلام هزبوش من دزيه ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا ان الزين مستقل سبوش املكوال ود سواع يغوث يعوق النا نصر مبالو مالتنو امام البخاري بصحيح التولاي حديث كتر عرات تشيزة ايمتو هايالاي كتاب التفسير مالتنو سورة النوح لاي بمفسر بسات اهنن بمسم الكت من بلوال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه أسماء رجال صالحين النزي أمستو يملكم سووش يصالحوش سموش ناتشو من قوم نوح كانوا هزوش مكاكل تادا النزي صالحوش فلما هلكوا قزيات شو درسو بتأفو ساعت بموتو بساعت أوح الشيطان إلى قومهم بهيوت ودالوت وده هزوش شيطان قطقوتاو نجمرة ملكت يستلع اللفال من بمالت أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا بفي تكمة تبات الله أن يعمل كبات ينبروا صفر علي حاولتن اندي قنبو مالتنا كذابوا هلا وسموها بأسمائهم بسمو تشاتشو اندي سيمو يامي تدرق بات مكنيات النزي النقروا السياي والناس ملكتو يسوو تشو ملكام سنة مقبار إيتا وساتشو الله اندي عملكو الله اندي قزو مالتنا ففعلوا يهننم تقبار زوو تشو أدرقو ولم تعبد النزي أمس نقروش جن التملكم نبر بزا وقت التملكم نبر حتى إذا هلك أولئك النزي تولدوش سكيت أفو درس مالتنو كذابو على تولدوشم جزيه تشو درسو سيت أفونا هولن يوش تولدوش ستكو ونسي العلم يهي جنبات عالمن اندنبرا أوقاتو ترسا وده تولد مشاقاقر አልቻለም የዛንም ሸይጣን ስራውን ደሞ በረጅም እቅዱ አሰፋና ቀደምት አባቶቻችሁ በእነዚህ ነገሮች ወደ አላህ ይደረሱ ነበር እነዚህና ካሎች በመለመን ወደ አላህ ይቀርቡ ነበር እናንተስ ምን ተጠብቃላችሁ በማለት መንገዱን አሳታቸው ዑቢደት ከአላህ ውጪ ተመለኩ ማለት ነው ስለዚህ የኖህ ህዝቦች ይሄን ተግባር አድርገዋል ማለት ነው ወአበደ ቀውሙ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ህዝቦችም ደሞ አላስናም ጣዖታትን ተገዝተዋል ወአበደ ቁደማኡል ምስሪይን አልዒጅል ቀደምት ምስር ወይም ግብጻውያኖችም እንደዚሁ በወይፈን ቅርጽ የተሰሩ አማልክቶችን አመልከዋል ወአበደ ልሂንዱስ ህንዳውያኖችም የህንዱ እምነት ተከታዮች አልበቀር ላምን ያመልካሉ ይገዛሉ ወአበደ አህሉ ሰበ የሰበ ህዝቦችም ደሞ አሸምስ ፀሐይን አመለኩ ወአበደ ሷቢኡን ሳቢያኖች ደግሞ አልከዋኪብ ከዋክብቶችን አምልከዋል ወአበደ ልመጁስ መጁሳዎች ደግሞ አናር እሳትን ያመልኩ ነበር ወአበደ ልዓረብ አረቦች ደግሞ አልአውታነ ወልሒጃራ
دنجاتن الناقرس أقرس طاوتاتن يعمل كنبر وعبد النصارى المسيح وأمه كريستيانوش دمو مسيح عيسى عليه السلام إننا إناتنا ملكو وعبدوا الأحبار والرهبان يهيمانوت لكاون توتشاتشون منوكسيو تشاتشون متغستوال من دون الله كالله وتشي مالتنو فهؤلاء كلهم مشركون النزي هلو بتقلا لا بقرانوي قوانقوا سيامي من تبلو يترالو مشركوش تبلو يترالو مالتنو مشركوش تبلو يترالو لأنهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادة أملكتنا الله مالتنا بأملكوت النتلوتن التي لا تستحق لأحد غير الله كان أملكتنا جي لمن يما يقبا ينبرون ونتن يون أملكو لا الله بچا نتلو بالما تقبراتشو مشرك من سيامي ستاتشو المالتنا نا تقلاوي حسابو مالتنا وكقباتشو شرك مالتن قد يهون من دنو ببال الشرك ضد التوحيد شرك مالت يونتن يعملكو يتوحيد تصاراري مالتنو وهو سم يقالو ترقوامي من دنو اتخاذ شريك لله تعالى لاملاكاتشن الله تقارين ما بجت مالتنو لفتارياتشن لاملاكاتشن الله تقارين ما بجتنو في الذات عند بهل والناوي باهريو بهل والناوي ما ننتو لا الله تقارين ما بجتنو او في الصفات وين بباهرياوي ما ننتو كالله بحرياتوش مكاكل يسون بحري يمي مسلا اللبلو تقارين ما بجت كالهنم او في الافعالي وين بمي سرات شو سراوش اندقي تاچن يمي سرا فترة تالمون يمي استنبر يمي فتر هياو يمي درق يمي قدل اللبلو تقارين ما بجت او في العبادة وين بعبادة بأمل كولاي مالتنا بأمل كولاي كالله قرالي لانا كال يمي عملك كونه لالله اندمي سقدو لليلا يمي سقد اللهن عندما يلمنو ليلا كان ليلا ناكال يمي لمن اللهن عندما يماتسنو ليلا ناكال يمي ماتسن كهونا شرك مالت ترقواميو يهنا او مالتنو النزين عراتنا هونم لمد جميعكل فالشرك في الزات بقيتاتشن زات بقيتاتشن هلونا تقارين ما بجت مالت من مالتنو ان يعتقد ان ذات الله كذات المخلوق عندنا يقيتاتشن هلونا يقيتاتشن زات لك اند مخلوقه هلونا نو اند مخلوقه ذات نو بلو مالتنو ما من شرك تبلو يترال كما قالت المجسمة اللهن بفطرو يمي مسلوت سوني مسلال بلو يمي ناقروت اند مي قلصوت مالتنو والشرك في الصفات با الله بحري لاي تقارين ما بجت مالت دمو من مالتنو ان يعتقد ان للمخلوق صفة كصفات الله سبحانه وتعالى كمخلوقوش وين كفطرانوش مكاكل لك اند الله باهري وملوئي هنا يا الله اينت باهري يالو عالبلو ما مننا مكبل يهم با الله باهري لاي ليلانا كال تقاري ما بجت اندو هنا يتاوك عال مالتنا والشرك في الافعال بتكبر دقمو الله بميسر او سرا تقارين ما بجت مالت ان يعتقد ان مخلوقا يرزق الله سيساين اندى ميستو لباروچو اندى ميرزقو كمخلوق مكاكل سيساي سچي يهونا اكال اللي مالت ويتصرف في الكائنات بزي يونيفرس بفترة عالم ولاي بماستنا بروهيدت درشا اللو بلو درشا اللو بلو اندزيهم يميام نكوهونا لك كما يتصرف الله تعالى الله فترة عالمون اندمي استنا برو مالتنو كفترون مهنن يميا درقا اللي بلو يميام نسو تقاوت عملكو ويم شركو استقبتوال لقيتا چنتقارينا بجيتوال يبالال والشرك في العبادة بأملكو دق مو مالتنو اللهن بمقزات هدت لالله تقارين ما بجتو يم شرك ميبالو مچينو عندنيا أن يعبد غير الله كالله اتش ليلانا كال يميا ملكنا ميقزاكو هنا وأن يعظمه كتعظيم الله لك اللهن اندميا كبرونا اللهن اندميا تلكو بزاو ملكو ليلانا كال اند الله يميا كبرنا يميا تلكو هنا وأن يحبه كحب الله اللهن اندم يودونا اندم يافكرو بزاو ملكو بكل النت اند الله يم يافكرونا يم يودو ليلا اكال كابجة النزي نقروش مودد ماكبر ماملك يعبادة زرفنا اتشونا بعبادة لاي سويو تقارينا بجتوال شركل شركل اي ودقوال يبالال وقد حذر الاسلام من الشرك اندزي هينتونا مسلكو هنو يتقارينت يشرك تقباراتوش اسلام استنككونا عالم لتنو ونهى عنه بكل صوره واشكاله بيتن يوم ما ينتملكونا قرصو
شركن قران سيستنقق سيكلكل نو يمنملكته معناتنو كنزيهم مكاكل غولا بلوسكي يميتايو شركوچ من مندناچو بيبال من صور الشرك كشرك اينوتچنا قرصا قرصوچ مكاكل اندنيا عباده الاصنام طاوتاتن مملك طاوتاتن يتقرصو نغروچن مملك يشرك واننيا غصتا نو وهي التماثيل التي عبدت من دون الله كالله تشي سيملكو ينبرو قرصا قرصوچ ناتشو وكان المشركون يعبدون الاصنام عرب طاوتاويانوچ انذين قرصا قرص يهونو نغروچ ياملكو نبر وقد حذر القران من عبادتها املاكاتنا الله دمو انذين نغروچ كماملك برغطه ماستنققونال فجتني بالرجس من الاوسان كطاوتم مركست يهونون نغر راقو بمالت يهاينت تكبار يطاوت املكو اندهونه گلصوال مالتنو بليلام سفرا لا ياو يطاوتاتن سباباري بمهونو يميتاوقو يا ابراهيم عليه السلام انم تاريخ املاكاتنا الله بقرانو تمرت اندهونن لاباتو يتناغرون اوسطون نبر من بلو نبر يا ابتي يا ابراهيم عليه السلام رهرهنا اندزيهم دغمو مالتنو بلزبتا قال اباتي هوي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بتطراو يما يسماهن ችግርህን የማይመለከተል እንደዚሁም ደሞ አንተን ከችግር ማብቃቃት የማይችል የሆነ ነገር ለምን ታመልካለህ ለምን ትገዛለህ ሲለው ይሄንን እንሰማለን ማለት ነው አንደኛው እንግዲህ እነዚህን ቅርጻ ቅርጽ ነገሮች ሰው ራሱ በገዛጁ ከሰራቸው በኋላ ተመልሶ ማምለኩ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ኢባደቱ الشمس والقمر والكواكب ፀሐይ ጨረቃንና ከዋክብትን ማምለክ በቁርአን ውስጥ ከተጠቀሱ የጣዖት አምልኮ ተግባሮች መካከል ነው وقد رد الله تعالى على من عبد الشمس والقمر والكواكب ፀሐይ ጨረቃንና ከዋክብትን የሚያመልኩ ለሆኑ አካላቶች بقوله እንዲህ በሚለው ቅዱስ ቃሉ ምላሽን ሰጥቷቸዋል والشمس والقمر والنجوم ፀሐይ ጨረቃና ከዋክብት በጠቅላላ مسخرات بأمره በሱ ትእዛዝ ስር የተገሩ ናቸው ይላል ከትእዛዙ የወጡ አይደሉም በትእዛዙ ምንድናቸው የተገሩ ናቸው በማለት ይገልጻል ማለት ነው እናም وحذر من عبادتها እነዚህ ነገሮች ከማምለክ አስጠንቅቆናል والسجود لها እንዳንሰግድላቸው ማስጠንቅቆናል قال تعالى الله من يلال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لصحايم هنا لچرቃ አትስገዱ واسجدوا لله الذي خلقهن يلقونو እነሱኑ ፀሐይና ጨረቃን የፈጠረ ለሆነው አላህ ስገዱ እንጂ በማለት ይህ አምልኮ የጣዖት አምልኮ መሆኑን ገልጾልናል ሶስተኛው በቁርአን ውስጥ የተገለጸው የጣዖት አምልኮ የሽርክ ዘርፍ የትኛው ነው ኢባደቱ الملائكه والجن መላእክትና አጋንንት ጂኖችን ማለት ነው ማምለክ ቁርአን እየጠቀሰው ነው عبد المشركون الملائكه النزارب طاوتاونوش ملائكتن تغستوال والجن اندزيهم ماغاننتن واتخذوهم شركاء لله لا اللهم تغاريناچو بمالت ابجتهولاچو نبر مالتنو بسوره الانعام قطر 100 لاي اندتغلصو وجعلوا لله شركاء الجن لا اللهم كجن هنا تغارين ابجولتن بمالت ይህን ተግባራቸውን ቁርአን ይገልጽልናል ማለት ነው ሱረቱ ሰባ ከቁጥር 41 እስከ 42 ደግሞ መላእክትን ማምለካቸውን አላህ ሲገልጽ ምን ይላል ويوم يحشرهم جميعا ሁሉንም በሚሰበስባቸው ቀን ثم يقول للملائكة ከዛም ጌታችን አላህ ለመላእክት እንዲህ የሚልበት ጊዜ አለ هؤلاء إياكم كانوا يعبدون እነዚህ ሁሉ በጠቅላላ እናንተ ነበር የሚገዙት ሲሏቸው قالوا سبحانك جيتاچن هوي كغدلت بحري كله طرات يغبا انت ولينا من دونهم انت كنسوچي بچنيا وابياچن تطرياچن انتنه بل كانوا يعبدون الجن الناسو يغزو ينبرو اغاننتن نو اكثرهم بهم مؤمنون بزوچو بسو مندناچو امانيوچ ناتچو بلو يگلصال معناتنو ይሄ ማለት እንግዲህ ትርጓሜው ምንድነው ማለት ነው አይ አነ الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة ሰይጣናቶች መላእክትን ማምለክን መልካም ስራ እንደሆነ ነገር አድርገው አጌጡላቸው ማለት ነው وصوروا لهم صورا ቅርጽ ለነሱ ከቀረጹላቸው በኋላ وقالوا لهم من يلواتوال هذه صور الملائكة ይሄ የመላእክት አምሳል ነው የመላእክት ቅርጽ ነውና
فعبدوها تجزواتشو بمالت سيطانا جيت اللاتشو فأطاعوهم سيطانا تنتززو في ذلك بزي تكبر لي فكانت طاعتهم للشياطين عبادة لهم سلزي لسيطانا تمتازز مالت سيطانا مملك اندهونه تجلز مالتنو بارات تنيا درجة قرآن يتكسو يطاو تاملكو يشرك تكبر يتنيونو عبادة الأنبياء نبياتن مملك نبياتن مملك كعيسى عليه السلام الذي عبده النصارى لكن دا مريم لجا المسيح عليه السلام كريستيانو چند ميقزوت مالتنو جيتانو عملاكنا بلو يمي عملكوت يهي الله نبي هنو عيسانو وجعلوه ابنا لله تعالى جراشي عالبك عبلواتشو عندي يالي جنوب مالتم لالله لجناب الجو وعزير الذي جعله اليهود ابنا لله عز وجل عزير دقمو يو لالله لجنيالوت اي هدوشناتشو مالتنو نا نبياتن مملكنم قرآن يكالك كلال بسورة التوبة قطر سلاسة ليمن إلال وقالت اليهود عزير ابن الله أيهود عزير الله لجنوالج وقالت النصارى المسيح ابن الله كريستيانو تشا المسيح الله لجنوالو ذلك قولهم بأفواههم يهبا فتشاتشو يمين ناقروت كالاتشو بتشانو يضاهئون قول الذين كفروا ينزيان كالنسو بفيتي كادو تنسوج كاليا مساسلالو قاتلهم الله الله يطفاتشو أنا يؤفكون كأونة ديت من لسالو إلال بل إلام صفر لا يندزيه من إلال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث إن الله هو المسيح ابن مريم الله مالت راسو يا مريم لج المسيح نو يالو سوج برقت كادو كأمنة عطر وطو بمالت عيسان مملك عيسان مجزات ودت عوت عملكو يميوسد تقوار مهنون قراني قلس آل مالتنو أمستنيا عبادة الأحبار والرهبان يهيمانوت لكاونتوشننا منكوساتن مملك وعبادة الأحبار والرهبان يهيمانوت لكاونتوشننا منكوساتن مملك دقمو بمندنو تكونوا بجعلهم حكاما مشرعين هقاوشننا دنقاقيو تشادرقو النسون مياز مالتنو النسون مياز يهي اند مملكنو مكواترو عند نقر النسو ميكالكلوتن عندك الكلام قبل يمي فقدوتن يتفكر تقوار نبلو مامن إيهي من إبالال النسو المملك إبالال الله من على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يهي ما نطلق أن تتشاكون نامنوكسي وتشاكون كالله للا جيتان ناملاك درقو يازو والمسيح ابن مريم يا مريم اللي جاء المسيح نمشمر عملاك درقو يزوتال وما أمروا الناس يالتاززو سيهونو إلا ليعبدو إلها واحدا عندنا ملك الله ننجي ليلان لمجزات يالتاززو سيهونو النزينا كالاتوش عملك درقو يزوات شوال لا إله إلا هو كسم بستكر بأونة من ملك عملك اللم سبحانه عما يشركون الناس كم يقربات يزيه تكبر الله ترات يتقباو جيتان ايلال تاران ديتنو جيتا يميبالو لميلو نقر وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى اتخاذهم اربابا النزين ايمانو تلقاون تنام منكوسات جيتا درقو مياز مالت من مالت اندهونا مالتنو من مالت اندهونا نبياتنا عليه الصلاة والسلام ابرار توال عندما قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن ابي حاتم نبياتنا صلى الله عليه وسلم من بلواتشو نبر إهنن القرآن انقسيانبو إنهم لم يعبدوهم أرى النزي سووش يهيمانو تلك أونتو تشاتشون النامن وكوساتاتشون مش عملكو مش يتقزواتشو أياملكواتشو منبروكو سيلواتشو فقال بلا انديتا ياملكوكو نبر مكنياتهم إنهم حرموا عليهم الحلال حلال نبرو النقر الله يفكر الله تشون نزلك أنت تشاو إرمنوا تقربوا سلوا تشاو وأحل لهم الحرام الله إرمي الرجبات تشون راقوت يلا تشون هي تفكر تكبرنو سروت سلوا تشاو فتبعوهم لك أنت تشاو تكتلو تعززوا تشاو كزام ينتجبرو فذلك عبادتهم إياهم الناس مملك مالت إهنو مالتنو الناس مملك إهنو ماندم ملكوتاي مصاف منچ ساينور صومن سي صوم ويم ليلا نغر سيادرك مان نو اندزي يازز سيبال يي هايمانوت ليقاونتي نو اكلي نو بلو مالت نو يسون تزاز ميفصم كونا اوريدي مياملكو ياننا كال نوا مكنياتوم ماند سو الله بازازو ملكو مسجدو الله بازازو ملكو مصومو عبادا كونا
ليلا أكال لمو بازز وملكو يانن نگر متكبرو يانن أكال مملك تدرغو سلمي كوتر مالتنو سلمي كوتر بسدستن يا درجة دمو قرآن يتكسو من دنو عبادة التاغوت أوت مملك ميلون تكلاوي غلزة تكلاوي غلزة ويم وسن على في النتن اندم السالي درغو يتكسلنال التاغوت كلمة مشتقة من التغيان تغيان كميلو ربي هونو يمتا قالنو وهو مجاوزة الحد يقالو ترقوميم وسننا دمبر مالف مالتنو طاغوت ويم طاغوت بلو مالت باند نگر لاي كلكو وسن مالف دمبر متاس من بالال طاغوت تبلو يترغال مالتنو وهو كل ما عبد من دون الله يسي يامي دمو كالله وچي لتملك نگر هلو يمستنو وإن كان راضيا بذلك بزا نگر لاي ودونا فقدو كوهنا لسوم هيوت لالوم نگر بيهون يمست سيامي نو مالتنو كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت كالله وچي يتملك نگر بتقل الله ودونا فقدو كوهنا تاوت تبلو يترى الهيوت يالوم نگر بيهون مالتنو ولقد كانت دعوة جميع الرسل إلى قومهم التقالي الله إلى كاتشو ملك تنيوش يا الله نبيات بتقل الله دقمو لهزبو تشاتشو سيستمرو ينبرو تمرت من دنبر أن يعبدوا الله اللهم ببتشن ينتقزو واجتنبوا الطاغوت كسو تشال أملكو طاغوت نونا طاغوتات كما ملك راكو وبمالت نبر سيستمرو ينبرو وتمالتنا سلزي والتوحيد الحق اونتنيا توحيد اونتنيا املكو لا يتم الا اذا انضم اليه الكفر بالتواغيت لما لا يشلم مالتنو بطاوتات مكاد ابرو كالتيازة مالتنو سو توحيد اللو يمبالو اللهن مملكو بچا سايهون اللهن كمملك قون كزاوج بالو نقروچم يمكدنا يمامنو مالتنو اللهنم يا ملكه ليلانم ما كلا ملكه لوبيل ايه توحيدا يسنيم اونتنيا املكو عند اللهن بتشا بمجزات عند اللهن بتشا بمملك كذا وچ بالو املكوتوچ يميكدنا يمياستبابل مهونم منوربتال والبراءات منها يان النجر كمجزات نصا موطات اللبت معناتنو قال تعالى اللهم نيلال فمن يكفر بالطاغوت طاغوتاتم بمملك يميكد سونا ويؤمن بالله باندونا ونتنيا أملاك با الله يامنسو فقد استمسك بالعروة الوثقى برقت امت انكار رايتو انزلبت لانفصام لها من اما ينت مبت اسل اللاتن تم ان يتوان يلا اله الا الله انقمد زلبتوان يزوال لنو يميلو النزيه لتنقروش لتكسو قدنو سباتنيا قران كتكسوا هنم يتعوت عملك وتكباروست ماني كاتتال عبادة الهوى سميتنا في اللاغوت زنبالين مملك زنبالين مملك والهواء ايه زنبالين في اللاغوت مالت هو الميل والمحبة وداند نقر ملو بملو مزنابلنا يعني النقر بتلك مافكر ميل ترقوامي اللو مالتنو نعم ياو بنفسي يولا يتزنابلو النقر لممرد تسونو ياساد ربتال يعني النقر دقمو مالتنو ما تقبر كالله تعزازنا كالله وديتا بلاي اندي ودو لدرقو ميشلال ايه كهونا سميتون تكتاي بمهونو يسو يسميتو املاكي بلال قرآن مني لنال أرأيت من اتخذ إلهه هوا سميتون نازن باليون املاكو درقو يازون سو ايهون نيلال سلزي سو يراسون سميت املاكي بلاي ترام جن يراسون سميتنا فكاد كالله تعزازنا فكر بلاي ابلتو يمتازازنا ميود كهونا يسو يسميتو تجاجي هونو هل مالتنو بليلا صفر علي دمو أفرأيت من اتخذ إلهه هوا سميتو النازن باليون أملا قدرقو يازونا كال تملكت كوني أيهوني لال إنا إهم يتعو تاكال تدرقونا ميكوترو الناس كهوني أيهون قريبا تكلو بقدس قرآن استي تتكسو يتعو تاملكو ويهم دمو شرك ميبالون سيامي يميقفو ياملكو عينتو تشنو مالتنو يهنن كتردان وده هلتن يو بارتن قبالن أنواع الشرك يشرك زرفوش يشرك عينتوش بمن عينت ملكو لقلس اندمي شلو النسون ان ملكة تاتشوالن الشرك نوعان شرك بهلت كفل تكفلو لتاي شلال شرك أكبر وشرك أصغر تلقنا تنشو شرك تبلو لتراي شلال فالشرك الأكبر تلقو شرك بلو مالت أن يجعل المرء لله تعالى شريكا عند سو عند قلسب لالله تقارين يا بجاك هنا نو
الصم فيما هو من خالص حقه سبحانه يا ملاكاتين يا الله بچنيا مبتنا نبرتو بهونو نجر لاي ليلانا كال تغاري كابجلت يه تغبارو تلقو شرك تدرغو يكوترال كان يتخذ مع الله إلها أو آلهة لمثال كاملاكاتين الله غارا ليلوچن مملكو مالكتوچن املاك بلو يمياسباچون نغروچ كيازا ይሄ ተግባሩ ጣዖት አምልኮ ሽርክ ይባላል ማለት ነው يعبدها ويطيعها ያመልካቸዋል ይታዘዛቸዋል ويحبها ይወዳቸዋል ونحو ذلك ሌሎችም ነገሮች مما لا يستحقه الا الله جل شأنه ካንዶ አምላካችን ካላህ በስተቀር የማይገቡ የነበሩ ነገሮችን ለነሱ ማድረጉ የምን ተግባር ተደርጎ ይቆጠራል የጣዖት አምልኮ ተግባር تدرغو يكوطرال كشركم تلقونو وهذا هو الشرك الأكبر إيهي تلقو شرك ببالال الذي لا يغفره الله إيهم سويو يالا توبت كموتا مالتنو الله فتصمو يما يمرو الله فتصمو يما يمرو أبو ماهر تياكي ملكتنا يالو عربين يونا استكاكلو النام الله فتصمو يما يمرو يشرك تكبرهن مسلال ولا يرخل صاحبه الجنة يزي تكبرم سويه مالتنو إن لم يتوب منه كزي شرك تكبرو توبت كالارقة زنت عالم بأساتي يتسقعي يمنور جنة فتصمو يما يقبابتنو مالتنو الله كأساتي طبقا يهين قدي يشرك اسكفينت تلك النتوني قلت عالم مالتنو والشرك الأكبر تادا هي تلك وشرك ميبالو نقر نوعان بهولت تملك اللي قلت اشلا لسو براسو مالتنو تلك وشرك براسو بهولت تاينت منقر اللي قلت اشلا عندن يو ظاهر جلي يفا يهونا يمي تاي نقر نو هولتن يو وباطنون خفي وستاوي يهونا دبك يهونا يبالال يتدبك انا وستاوي يهونا فمن الشرك الاكبر الظاهري اسكي بيفا كم تايو تلالك الشرك تقواراتوش مكاكل عبادة إله أو آلهة مع الله قدمن دتبالوك الله غرا ليلوش أمالك توشنا درقو ميازننا مملك سواء أكان هذا الإله كوكبا هي من ملكو نقر كوكب ميهن كالشمس والقمر لكن دساحي الناجر هكا مالتنو أو جمادا ويكو ساكان ميهن كالأصنام والحجارة تاوتاتنا دنقاي مالتنو أو كان حيوان وينم دمو انسسام جروب بوست بيهن كالعجل والبقر ويفن النالام النم يملكوت أو إنسانا ويم يسوى كالنكوا بهن كالذين عبدوا فرعون وأمثاله فرعون يملكوا وأمثاله من الملوك الذين ادعوا الألوهية يسوينة أمثال من دزيه أمالكتنم بمالت يراسات شون مننت كفادرقو يتناقروتنم أو الدعية لهم ويم أملاكت ودرقوم يتيازوا كالو وكذلك الذين عبدوا بوذا اندزيهم بودان يا بودها من التكتاوش قتما بودهان يا ملكوتن بيهونو أو المسيح عيسى بن مريم يا مريم اللي جاء المسيح عيسى عليه السلام يا ملكوت أو كان من المخلوقات المغيبة ويمدمو كهواس براك والموس يمنورو فترتاتن يم يا ملكو كنيا يراكو مالتنو مثل الملائكة ملائكتن بيهون والجن والشياطين أغان انتنا سيطانات يهولو بتقلال من إبالال تقباراتشو بيفا يميتا يهونو كدين الإسلام يمياس وطا يشرك تقبار يبالال والشرك الأكبر الخفي سورنا دبكو تلكو شرك دمو هو الذي يخفى على كثير من الناس كسووش لبزوشو يميش الشاقي هنا نقرنو فيقعون فيه دون أن يخطر بأذهانهم منن بهلو الناتشو عندمكن واللساي لباتشو إزا تقبار لا يود كالو ساير ردوت مالتنو ساير ردوت أنه ينافي عقيدة التوحيد ونتنيون يتوحيد أملكو يتوحيد نمنات يميز الرمانو واللي سايل باتشو سايوكوت يود كالو يهنن بتملكتا وقد تسلل إلى بعض المسلمين ودندند مسلموش بدبك أنتم يقبانو باندند مهبرسوهم وانتشر في بعض المجتمعات بدن بتصفافهن حتى أصبح عادة دون أن يشعروا به منم سايوكوت شراش لما داوينا باهلاويس كمهنم در سوال مسالي ببال ومن أمثلة ذلك إهن عندنا منا عند مسالي بنتكس دعاء غير الله تعالى من الموتى كالله جي متانن أكالي درسل لين بمالت ملمن النامترات يا يمي ترواكال ولي يمي هون عيهون نبي يمي هون عيهون أكالي درسل لين بلو مترات والاستعانة بهم في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات
ጭንቀቶችን ማለት ነው መፍትሄ እንዲያመጡልንና ችግሮቻችንን እንዲያስወግዱልን የነሱን እገዛና እርዳታ የምንጠይቅ ከሆነ ሚማላ ይቅድሩ عليه الا الله الله እንጂ ማንንም በማይችልበት ተግባር ላይ ማለት ነው ያንን ነገር በማድረጉ ረገድ الله እንጂ ማንንም ለማይችለው የሆነ ነገር በማድረግ ላይ የነዚህን አካል እርዳታ መፈለግ واعتقاد ان هؤلاء يتصرفون في الامور دون الله ከአላህም ባሻገር በዚህ ዩኒቨርስ ላይ የማስተናበሩም ችሎታ አላቸው ብሎ ማለት ነው ማመን وانهم يضرون وينفعون በራሳቸው ኃይልና ብቃት ሊጎዱም ሆነ ሊጠቅሙ ይችላሉ ብሎ መቀበል وان لهم سلطه وتعصيرا في الوجود وراء الاسباب والسنن الكونيه ከመክንያቶችና አላህ በዚህ ዩኒቨርስ ላይ ከደነገገው ህግና ስርዓት ውጪ እነሱም ማለት ነው ተጽኖ የማሳረፍና ዩኒቨርሱን አካሄድ የመቀየር ችሎታ አላቸው ብሎ የሚያምነው ካለ ይሄ ተግባሩ ቀጥታ ሽርክ ሆኖ ይቆጠርበታል قال تعالى اللهم من بلال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك كالله ليلا يما يتقمهنم هنا يما يغداه النجر اندات تغزا اندات تاملك نو يميلو اندات فرا يلم زيغا سلفرات انا يهم كتلقو شرك است يميكاتت يهنال معناتنو النوع الثاني الشرك الاصغر ሁለተኛው የሽርክ ዘርፍ የሽርክ አይነት ዝቅተኛ ወይም ትንሹ ሽርክ ይባላል ዱነ ሽርክ ላክበሪ ሽርኩን አስገር ከትልቁ ሽርክ በታች ትንሹ ሽርክ ይባላል لا يخرج عن الملة ሙሉ በሙሉ ከእስልምና አጥር ግለሰቡን አያስወጣው لكنه ينقص التوحيد ነገር ግን የሰውየውን ተውሂድ የሰውየውን እምነት ያጎድልበታል ከዛም በኋላ ኢማኑን ይወሰደው وهو وسيلة الى الشرك الاكبر وده تلقو شركم يميادارس دلدي يهونال ومن كبائر الذنوب عند الله الله زند ما يكبدو يكبده كميبالو تلالاك وانجلوش يميمدهب يهونال يهم براسو بهولت كفل التايال ظاهر جلي وباطن خفي بايفا يميتايال بسور ميفتزمال فمن الشرك الاصغر الظاهري استي بايفا كميتايو زكتنياو يشرك زرفوش مكاكل الفاظ وافعال በንግግርና በተግባር የሚፈጸሙትን እንያቸው ፈላልፋዙ ለምሳሌ በንግግር ከሚፈጸሙት ውስጥ ከልሐሊፊ ቢገይር الله تعالى ከአላህ ውጪ ባለ ነገር መማል ከአላህ ውጪ ባለ ነገር መማል ካን ይህሊፈ ቢነቢ አንዳንድ ሰው በነብይ ይምላል አረተው እንደዚህ ሲባል ነብያችንን ይለዋል ነብያችንን ተብሎ ሙስሊም አይምልም ወይንም ደግሞ ምን ይላል አንዳንድ ጊዜ አባቴ ይሙት ይላል አባቴ ይሙት ለምን ድነው አባቴ ይሙት የሚለው ወይም ደግሞ ይሄንን አድርጋል በሆነ ሲባል አይኔን ግንባር ያርገው ይያለ የሚናገር ሰው አለ መሐላ መሆኑ ነው ያም ካል ሆነ ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ይሄንን አድርጋል አንተ አዎ ሲለው እስኪን ካጄን መታብሎ እጁን ይዘረጋለታል እጅ እንደ መሐላ ሆኖ ምን ማለት ነው ሲባል ያው በቼም በበላህበት እጄ አጥቷሸኝም ለማለት ነው ይባላል ይሄ ሁሉ እንደዚህ አይነት መሐላ በዲን الاسلام ውስጥ የተከለከለ ተግባር ነው ማለት ነው نبياتنا عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك بلوال كالله جبال لنقر يمال برقت كدوال وينم ما شاركوال بلوال سلزي كندزي هينتو نقر مسلم لتنكك قبوال ممال كفلقة قدوس بهنو بقيتاوسم بالله سم بچاي ملال والله بالله تالله بمالت بقيتاو بالله سم يملال مالتنو ورب الكعبة سيالش كقون تطيقالش ورب الكعبة مانو مجمرة فليعبدوا رب هذا البيت بلوال يكعبة قيتا الله انجي سوايد اللهم فطرانون هلو يمي فتر الله بيتشاسلو هنا السنقل اتشوالو الناتي التموت عباتي يموت عبالم ولتنيو على الفاظ الموحمة للشرك በዚሁ በንግግር ከመፈጸሙ ዝቅተኛው የሽርክ ተግባር አይነት ሽርክ የሚመስሉ ነገሮችም አሉ አንዳንዶቹ ማለት ነው ምን ይላል ባነጋገሩ ሰውየው ማሻአላህ ወሺእተ ይላል ወላሂ ለዛሬው እንደው ችግር መፍትሄ ነጻ ወጣሁት እንደው አላህና አንተ ፈቅዳችሁ እኮ ነው ይላል አላህና አንተ እና በሚለው ቃል እያያያዘ ማለት ነው አላህና አንተ መቼም ባደርሱልኝ ኖሮ መቼ እንደዚህ ነጻ ወጣ ነበር መቼም ዛሬ አላህና ያንተ እርዳታ ነው ከዚህ ነገር ነጻ ያወጣኝ የተባለ በእና ወይም በአረብኛው በዋው አያይዞ መግለጽ ማለት ነው ይሄ ነገር ክልክል ነው በሸሪዓችን አይፈቀድም والصواب ان يقال
بلاچو تكبر كمسلم متبكو من مبالونو ما شاء الله ثم فلان ولولا الله ثم فلان مچم لزاريو چگري نصا يوطاوت بالله رداتا كزام بانت سببيا نو زاري الله بايدرسلين كزام انت باتتبابري نورو كزيا دغا نصا لوط ام نبر بلو مغلص نو كزيام بميلو درجان بميغلص بهولتنيا درجه بمياسقمط انغاغر كالله فقاد قتلو يباروچن نصا مرچا متتقم علبن انجي بكلنت مالت نو باكلنت اياييزن انغلص مالت نو كزيام ويم ثم بميلو كتتقمن قدم تكتلن ياسيال املاكاچن الله كلاي وساني نو سو سبب نو سو سبب بቻ ስለሆነ ከግብ ሊያደርሰን አይችልም ያአላህ ተውፊቅ ያስፈልገዋል ዋናው የሱ ነውና ስለዚህም ከዚያም ቀጥሎ ያንተ ለማለት ነው እንጂ የሚባለው አላህ እና አንተ የተባለ በእናነት እንደኩል ደረጃ ሊሰጣ ይገባ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ መለኮታዊ የሆኑ ስሞችን ለሰዎች መስጠት ማለት ነው ይሄ ደግሞ በሸሪዓችን አይበቃም ንጉሰ ነገስት ወይንም ደግሞ ያአላህን ስሞች ብቻ ያአላህን ስም የሚገልጹ ነገሮችንም እንደዚሁ ለሰው መስጠት አሁን በክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ ስም ስታዩ ዘላለም የሚል ስም ታያላችሁ ሙሉ ጌታ አንዱ አምላክ እነዚህ ነገሮችን ታያላችሁ አንዱ አምላክ ሲሉ ታቤት ይላል እንዴ እሱ ነው እንዴ አንዱ አምላክ ሙሉ ጌታ ሲባል አሁንም ፍቱን ያዞራል ግን የራሱንም ሀጃ ይሄን ያላሟላ ደሃ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ መንተስኖት ይሉታል እኮ መንተስኖት ይሄን እኮ አይጥ ይፈራል እንደውም የኔው ሸሸላል የሱ አይጥ ነው ይሄን አይጥ ቢመጣበትም የሚፈራም ይሆን ነው ግን ምን ይባላል መንተስኖት ይባላል ስሙ እንግዲህ እና እንደዚህ አይነት ስሞች አሉ መለኮታዊ ስምን የሚያሳብቡ ያሉ የመለኮታዊ ስምን ለራሳቸው የሚያላብሱ ነገሮች በሸሪዓችን አይፈቀዱም በሸሪዓችን አይፈቀዱም ባይሆን ገብረ ብለው እነሱ እንደሚያውጡት አብድ የሚለውን ስም እኛ እንጠቀማለን አብዱላህ አብዱሰላም አብዱልሐይ አብዱልሙእሚን አብዱራህማን አብዱረዛቅ እየተባለ በጌታችን ቅዱስ ስሞች አብድ ባሪያነታችንን ገልጸን ስም ይወጣል እንጂ መለኮታዊ ስሞችን ለሰው አይሰጥም ማለት ነው በዛው ተቃራኒ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምን አይነቶችን አንዩሰመል ኢንሳኑ ቢስሚ ሙዓበዲ ለገይሪላህ ከአላህ ውጪ ያለ ባርነትን የሚገልጽ ሲያሜንም እስልምና ባርነትን የሚገልጽንም ሲያሜ እስልምና አይፈቅድም ለምሳሌ ገብረ ማርያም ይባላል ልክ ገብረ እግዚአብሔር እንደሚባለው ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር እንደሚባለው ገብረ ሚካኤል ከተባለ ኃይለ ሚካኤል ይባላል እነሱም ይገባሉ ማለት ነው እኛ ግን በእስልምናችን አብዱል ካዓባ አብዱ ነብይ ወይም ደግሞ አብዱ አከለ የተባለ ባርነትን ከአላህ ስም ውጪ ለሌላ አካል አይሰጥም ማለት ነው ለሌላ አካል አይሰጥም ይሄም ወደ ሽርክ ሊያደርስ የሚችል ዝቅተኛው ሽርክ ውስጥ የተደበቀ በግልጽ የሚታይ የሽርክ ዘርፍ ነው ማለት ነው سبحان الله ሌላው ደግሞ አልቂስሙ ሳኒ ሚነ ሽርክ ላስገሪ ወአመል አፍዓል በተግባር ከመገለጹ ዝቅተኛው የሽርክ አይነቶች ደግሞ ማለት ነው አንዳንድ ነገሮችን እንደ አምባር የመሳሰሉ ብረታ ብረት ነገሮችን በአንገትና በእጅ ላይ ማድረግ በአንገት ላይና በእጅ ላይ ማድረግ خوفا من العين ارزن የመሳሰሉት ነገሮች ከሰው አይን ይጠብቀኛል ብሎ ከሰው አይን ይጠብቀኛል ብሎ የሰውን አይን ፈርቶ ማድረግ واعتقاد انها اسباب ووسائل ترفع البلاء بلاء አደጋን በማንሳት ረገድ ምክንያት ይሆናሉ ብሎ ማመን ወደዛ ይወስዳል اما ان اعتقد ان لبس الحلقه والخيط وتعليق التمائم انذي ارزن غركروچننا عندان دامباروچن مانطلطلو تدفع او ترفع البلاء بنفسها ادغان بلاءن معناتنو ادغا بلاءن براساچو هايل ياناسالو بلو كامله فهذا شركن اكبر ايه تلقو شرك است يميكتو يهونال معناتنو سلازي مسلم امنته الله لا يتمكنو معناتنو امنته الله لا يتمكنو القسم الثاني من الشرك الاصغر ሁለተኛው ክፍል ውስጥ የሚመደብ ከተነሹ ሽርክ ውስጥ ሽርኩን ኸፊ ድብቅ የሚባል አለ ድብቅ የሚባል አለ وهو الشرك في الارادات والنيات በተግባር የማይታይ በልብ ውስጥ የሚገለጽ ለምሳሌ በኢራዳ በፍላጎቱና በንያው ሰውየው ከሸሪዓ ውጪ ያለ ነገር ማለት ነው ከሪያኢ ወስሙዓ እዩልኝ ስሙልኝ አይነቶች بأن يعمل عملا مما يتقرب به الى الله
ود الله يمقرب بتنسرا معناتنو سويو سرا يسرى نغير كن يريد به ثناء الناس عليه يسوچن وداسه يميفلك كهونه ويم دغمو صلاتنا سامرو يسجدال صدقان يمياوطال لمن سو زند دي ودس ايه سو چرنو دي بالاسبو كهونه ويم قران سيقرا دمصون بتام يمياسمرو ايه سو انديت نو سيقرا انديت يامرال تبلو اندي ودس كهونه ايهم بيولين شرك است غبتوال معناتنو نا يهم يقلب بشتا ايولني نو الله كيولني يطبقن نبياتنا عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا كم فراه له ان انت لا يمفرالاچو زقتهنياون شرك نو سيلو قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله عليه الصلاه والسلام زقتهنياو شرك يتنياو نو بلو سيطيقواچو قال الرياء ايولني نو قالوا ايولني نو بلوا እና እነዚህ ነጥቦች ያው አንኳር አንኳሩን ነው እየተከስኩላችሁ ያለሁት በዚህ መልክ የሚገለጹ ናቸው እና በዚህ መልኩ ኢንሻአላህ ትልቁንና ትንሹን ሽርክ ከተረዳ ነው ፍሪ ላድርግና ማይክ ኢንሻአላህ ቀሪውን ሰዓት እንወያይበታለን ጀዛኩምላህ ኸይረል ጀዛ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም